المفوضية متى ما كانت مستقلة ستكون نتائج إيجابية على أرض الواقع. اليوم عدنا في مدينة سامراء حصلت كثير من الخروقات اللي شابت الانتخابات السابقة، من ضمنها حظر التجوال اللي كان يضرب مدينة سامراء أثناء الانتخابات وصعوبة التنقل إلا لمن يملك المال السياسي وتكون عنده حافلات نقل وتوصيل وما شابه ذلك. ويمكن اسمح لي حتى نوضح للساده المشاهدين انه الكتله السياسيه اللي عندها حافلات نعم نقل نعم قدرت تجيب وعدها تخويل من القوات الامنيه انه هي تقدر تنقل الناخبين اللي خاصين بها، وهذا للاسف يعني اثر تاثير سلبي على مدينه سامراء كوجه خصوص يعني، وعلى صلاح الدين بشكل عام. بشكل عام كصلاح الدين اثر عليها نعم، والشباب يمكن يعرفون اللي حصل في مناطق اللي خلف الحويش والجزيره وهاي المناطق اللي الريفيه، حصلت مشاكل كثيره يعني تعرض لها الناخب بشكل مباشر بعدم السماح له بالانتخاب للاسف. زين، وحصلت خلينا نقول سلب اراده في ذلك الوقت. نعم. أنا في رأيي وأعيد هذا الكلام للمرة الثانية، متى ما سحبت القوة الإقليمية يدها من المفوضية الانتخابات راح يكون عندنا نتائج إيجابية على أرض الواقع. ومن ضمنها أولا المال السياسي الآن يعني أنا في رأيي قاعد يصل من جهات مجهولة، ما يعني ما أريد أسميها كدول حتى لا ندخل في إشكالات، وأنت تعرف هذا الكلام. عندنا أحزاب في العراق تصلها أموال من خارج العراق، ويتم دعم التابعين لها مباشر، لكن أكو مسألة اليوم قبل شوي أنت تطرقت لها اللي هي مسألة كيف إحنا نقدر نوازن بين اللي عنده مال سياسي واللي ما عنده. الأخوة طالبة والأستاذ فاروق نديم طالب دولة رئيس الوزراء الحكومة العراقية بدعم المرشحين الجدد اللي ما عندهم مال يستطيعون من خلاله توفير مقومات النجاح لتمثيل العراق بالفترة القادمة. وأني هذا أشوفه يعني أنجح طريقة من أجل أنه نتخلص من الأحزاب الفاسدة في الوقت الراهن.